اليوم بنمشي نطلع فوق. نطلع فوق. هذا حشيش يا جماعة. بس على طار الحشيش اللي ناس وايد يعني تسألني على الحشيش بتايلند إنه صرحوه ومن قبل مجلس الوزراء والمنظمة هذه الصحة التايلندية ومن الكلام. طبعا أول شيء الحشيش حرام، هذه واحد ما أفتي أنا، بس يعني اللي أنا اللي أقول اللي يملي عليه ضميري، أعرف شون، وأنا مالي شغل، بس لما الواحد يتكلم بالمنطق والعقل والدين، هذه واحد حرام. اثنين اللي خالطينه في تايلند، يعني ترى ما راح يعطيك حشيش ترى صافي، عارفين شلون هم يعني مسوي له ميكس، خالطينه بخلطات كيميكلز، هذا الكيميكل يعليك. فنبته الحشيشه هذه هي شو اسمه نبته طبيعيه، في بعض الحالات المستعصيه او المريض او ما شابه، يعني انه يعني بعض الاحيان يعني كان فيك ستريس او عوار او الام يعطونك هذا، بس شنو تحت اشراف طبي، صح ولا لا؟ انت دي مالك علاقه. فاذا تاخذها طبيعيه تنطبخ تنشرب، يعني في كذا وسيله، سواء اذا كنت مريض او فيك عله معينه، عارف شلون؟ قبل كان خشوا ده صح، بس شنو؟ كان طبيعي، بس ني لا، صار كلش مصنع وصناعي صار. يا جماعه ترى قاعد اصعد، شوف وين كنت. يلا ماله، كل شيء هون علشان يشوفون. شوف الفيو جايك خالي. هذا طبعا المكان اللي يستاهل النظر اليه. عيدوني الى اعماق الماضي، ولا تأتوا بي الى الحاضر ابدا. شوف طبعا كولان من السواحل، احنا طبعا كنا هناك قاعد نمشي، صعدنا لمايه نحني، عرف شلون؟ طبعا وجهه سياحيه هي حق كل الفئات، انه يعني يجون هني ويصورون وكذا من الكلام، يعني عرف شلون؟ يعني عندك سيكلك، طبعا سيكلك هني سفطه او سيارتك، والله ما ادري، بس اعتقد في باركنجز هناك يعني على قولتهم يعني تكون. فالمهم تصفطها وتصور عرفنا الحكي زي اللوز، ومهندس طال عمرك. انزين خليني اعطيكم الحين بوز تريحون مع المنظر، بس راح اعطيكم اياه بالالترا وايد. المنظر الخرافي، الكل هني طال عمرك يصور خوي طوفي طال عمرك، طوفي من حرارة الشمس مخي ضايف. الأخوة هناك، أصحاب الأخوة، طبعاً هذا الجولف كارت هم بعد تأجير، هم بعد يوديك فوق إذا جايين أكثر من شخصين، فهم بعد في الصمتي، وهذا شايف الصمتي، وهذا بعد ياخذك شخص لسعر معين، بس ما ادري والله في كولان كم السعر، بس قول معي الصمتي تقدر تاجره، السيكل تقدر تاجره، الكولف كارت و
والسي ياكل الاجره يعني اللي يوصلك اللي لابسين ازديريات برتقاليه او برتقاليه تصفطهم تصفط السي ياكلك على جن ولا الصمتاو يصفط على جن و تكون تستمتع بهالمنظر الجميل. طبعا هذا بالليل يشب كولان مثل باتايا سيتي كان بس يشب ليتات اللي بتلاحظون هذه الليتات هني يشب ف واحنا هناك تحت راح يبين راح اوريكم اياه بالليل بعد شوي بعد كم ساعه الساعه 2 عندي شوي. فهذا هو المنظر يا جماعه خلاب طبيعي راحه نفسيه منظر شنو فانتاستيك. يلا يا مستر بومباستيك هذه النزله يا جماعه تعتبر اخطر نزله في كولان كلها. الكوع هذا خطر يعني قاعد انصحكم بوجه الله اذا كنت معاك سيكل شوف السيكل شلون تمشي بريكات لا تستعجل هده شوي برنات علشان بس تعبرون بسلام. هذا طبعا هني في درع اللي حاب يمشي عرفتون. بعد ما ننزل من النزله الخطره هذه اللي قلنا لكم عليها تاخذ يسار على طول اول شغلتين تقدر تستفيد منهم الامازون كافيه او 7-11. طبعا هذه الافضل شغلتين اول ما تنزل من النزله الخضراء كاو امازون كافيه او 7-11 بالنا. طبعا بعد شوي خالص حمامات اسكم الله شاورات تحطون سياكلكم عرف شلون. طبعا جناسي وايد صراحه من الهند تحصل كوريين يابانيين هم تايلنديين هم بعد نفسهم اجانب هم بعد روس روسيين يعني وايد من شتى بقاع العالم بس ينحق هذه الجزيره الحاديه الطبيعيه وقريبه من بانكوك يعني من بتايا لبانكوك تقريبا فيها ساعه ونص ساعتين اللي. ومن مينا بتايا لهني ان شاء الله ربع ساعه بالسبيكو يعني كله شغلك ما يطلع ياخذ يعني شغلتين ساعتين ونص تقريبا نقول كله على كله لما تحبوا تقولوا